17 اكتوبر، هذا 17 اكتوبر انتفاضه تاع المهاجرين في فرنسا، وقاموا معهم التونسيين والمغاربه ولاحوهم في واد لاسان هذاك ضد الاحتلال الفرنسي. السلام عليكم. قولي على بالك باللي اليوم كاين 17 اكتوبر اليوم الوطني للهجره. عارف علاش اخترتوا الدوله باش يكون يوم الوطني للهجره؟ والله واش اليوم الوطني للهجره ممكن اخترته على اساس يعني كيعادوا يهاجروا بزاف لهنا الشباب تاعنا هادو كذا، والوقت هذا اللي لحقنا عليه كيما هكذا ولاو يخموا ديما في الهجره في الهجره في الهجره. بالإيمان في اليوم الوطني للهجره هذه جديده هذه. ما تعرفش باللي لو 17 اكتوبر اليوم الوطني للهجره؟ والله غير جامي سمعنا بها هذه، سمعنا بها انا ما على باليش. كاين اليوم الوطني للهجرة اللي صادف 17 اكتوبر، تعرف علاش سمي باليوم الوطني للهجرة؟ لا اعرف. ما عندكش اي فكرة عليه؟ والله ما عنديش. اوكي. صح، باش نفهمك باش نزيد نقرب لك الفكرة. هو كاين حدث صرا في عهد الثورة. صرات مظاهرات لعيدوره، مظاهرة 17 اكتوبر. المهاجرين عملوها، تينا سمعت به ولا جامي؟ ما سمعتش به. كنت سمعت به كراني قلت لك.